الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أبدأ خبراء اقتصاديون قلقهم من عجز الحكومة في بغداد عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين حال نزول سعر النفط إلى دون 60 دولارا. وقال الخبراء إن هناك تخوفا من تثبيت احتساب سعر برميل النفط ب 70 دولار في الموازنة العامة، خشية من حدوث تقلبات سياسية على المستوى الإقليمي والدولي، لافتين إلى أنه في حال انخفض سعر النفط إلى 60 دولارا في الربع الأخير من هذه السنة فإن الحكومة لن تستطيع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين. أظهرت بيانات وزارة النفط أن صادرات النفط العراقي باستثناء تدفقات كردستان العراق ارتفعت بنسبة 1% على أساس شهري إلى 3,288,000 برميل يوميا خلال شهر نيسان عام 2023. وبدأ العراق خفض حصته الإنتاجية طواعية بمقدار 211,000 برميل يوميا إلى 4,220,000,000 برميل لينضم إلى 7 أعضاء آخرين في تحالف أوبك، أعلنوا في 2 نيسان تخفيضات طواعية للإنتاج يبلغ مجموعها 1,660,000 برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. وتأتي التخفيضات الطوعية على رأس الخفض الجماعي لتحالف أوبك بلس البالغ 2,000,000 برميل يوميا الذي بدأ في شهر تشرين الثاني عام 2022 وسيستمر حتى نهاية عام 2023. أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض السعي لزيادة واردات البلاد النفطية من العراق سنوياً بعد فشل إمدادات الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. وقال وليد فياض إن اتفاقاً يموله البنك الدولي للحصول على إمدادات كهرباء من الأردن وغاز طبيعي من مصر عبر سوريا لم يشهد أي تقدم حتى الآن، مبيناً أن البنك طلب إجراء المزيد من الإصلاحات قبل تنفيذه. وأضاف أن لبنان يسعى إلى زيادة الواردات من العراق من خلال زيادة حجم صفقة تبادل قائمة ومن خلال اتفاقات تجارية جديدة. أعلن وزير الكهرباء في كردستان العراق كمال محمد صالح أن الوزارة تعتزم توسيع استثمار الكهرباء بالطاقة النظيفة والتي وصل معدل الإنتاج منها إلى 30% من معدل الإنتاج الكلي في كردستان العراق. وأكد صالح على توسيع شبكة الكهرباء وزيادة أعداد المشتركين عليها إلى قرابة 1,800,000 مشترك وإضافة أعداد كبيرة من محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، مضيفا أن هناك خطوات لاحقة لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة والتي يتم من خلالها حاليا إنتاج 30% من الكهرباء. هذا وتم توقيع عقد لإنتاج 75 ميجاوات، ومن المقرر وخلال الفترة القريبة وضع حجر الأساس لمشروع بقدرة 25 ميجاوات ونصبه في أربيل. تباطأ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 4.9% في شهر نيسان الماضي في تراجع أقل من توقعات المحللين البالغة 4.8%. وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكية أن التضخم الشهري صعد بنسبة 0.4% مقارنة بشهر آذار الماضي. يشار إلى أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحاول إيجاد حلول للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة وبأسرع وتيرة منذ عقود وصولا إلى هدفه البالغ 2%. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب موجز إلى اللقاء.